في الفيديو ده هحكي لكم عن اليوم اللي انا قررت فيه ان انا اقفل بقي تماما. هلا everyone, welcome back to my channel. النهارده جيت لكم فيديو جديد, وفيديو مود ان شاء الله هحكي لكم ازاي انا قدرت ان انا اخسر وزن حوالي 25-26 كيلو في مدة سنة وشوية. ببساطة هحكي لكم تجربتي الشخصية وانا عملت ايه بالظبط, وايه الاخطاء اللي ارتكبتها, وايه الحاجات اللي عملتها, وكل حاجة يعني بتفصيل مفصل. طبعا هحاول اخلي الفيديو مش طويل قوي, هحاول مثلا اخليه 10 دقايق حاجة زي كده عشان ما تزهقوش مني. طبعا فيلا نبدأ. فكر في فيديو من فيديوهاتي كنت ذكرت ان التاريخ غلط, كنت ذكرت ان انا بدأت اني رحت خسرت الوزن بتاعتي في 2017. مع ذلك فانا بدات في 2018, يعني نفس الشهر ونفس اليوم بس 2018 مش 2017. اول ما بدات كان تاريخ 6/6/2018. ساعتها انا كنت اللي كان في دماغي انه انا عايزه بس اخفف وزني, لاني كنت قاعده بعدي في الصور بتاعتي حاسه ان انا مليانه بجد. وكان افتكر ساعتها كنت من كام شهر وزنت نفسي واتصدمت بالوزن. بدايتي كانت بسيطة جدا, وانا اصلا ما كنتش عارفة ابدأ ازاي. فدورت على النت دايت لخسارة الوزن او دايت للتخسيس, فظهر لي دايتس كتيرة وقعدت اجرب في تريليون دايت. يعني طبعا انا ما انصحكمش ابدا, لو انتم الناس عايزة تخسر وزن ما انصحكمش ابدا تعملوا كده لو انتم تحت ال 18. حتى لو انتم فوق ال 18 ما تعملوش كده, لانه ده يعني بوظ جسمي خالص, وكان عندي مناعتي ضعفت وعندي فيتامين د قل خالص. فدايتس اللي عملتها في الاول كانت, تقول ما انصحكمش تعملوها طبعا. عملت في الاول خالص دايت اسمه دايت التفاح والميه, كنت عايشة على التفاح الاخضر. دايت التفاح الاخضر والميه, كنت عايشة على التفاح الاخضر والميه. يعني كنت بفطر تفاحه واتعشى تفاح واتغدى تفاحه اتعشى تفاحه, ولازم في اليوم بخلص حوالي ازازتين لترين ميه, حوالي لترين ميه. فلترين ميه بمعنى 2 من الازازه ديت. استمريت على الدايت دوت لغايه لمده اعتقد اقل من 3 اسابيع, وما قدرتش اكمل لانه كان بيحصل زي حالات غثيان. الدايت الثاني اللي عملته كان اسمه دايت الخيار والميه. طبعا قولوا واو يومنا, يعني ما سبتش حاجه في حالها. فعلا من اسوأ الحاجات اللي جربتها. يعني التفاح قال لي كنت بحس ان انا باكل حاجه, الخيار ما حسيتش خالص ان باكل حاجه. نظام دوت بتاع الخيار والميه, كنت باكل على الفطار 3 خيارات كبار مع 4 كوبايات ميه, وعلى الغداء باكل خيارتين مع 4 كوبايات ميه, وعلى العشاء باكل خيارتين مع 4 كوبايات ميه. وكان حاجه تموت. يعني تخيلوا انتوا لازم تاكل خيار بقى تشربوا ميه تشربوا ميه تشربوا ميه, حاجه تموت. وقال التفاح فيه كالوريز, لكن الخيار يعني كالوريز لا تذكر, فكان نسبه الانرجي اللي بتدخل جسمي كانت ناقصه. جربت دايت التمر واللبن. دايت التمر واللبن دوت طبعا برضو دايت وحش جدا. يعني انا دلوقتي انا مش مقتنعه بحاجه اسمها دايت اصلا. في فطار غدا عشاء كنت باكل 7 تمرات وكوبايه لبن مع كل وجبه. طبعا دي من الحاجات اللي برضو دمرتني جدا جدا جدا, لانه يعني مين هيقدر يشرب 3 كوبايات لبن في اليوم؟ انا بالنسبه للدايت ديت استمرت عليها لمده 3 شهور. تخيلوا 3 شهور كنت قاعده بجرب في نفسي وبجرب في جسمي, الدنيا باظت عندي خالص. ده دايت جربته ودوت بجد نقول ان هو ممكن يكون احسن حاجه, اللي هو طبعا انا ما اقتنعتش بيه قوي, بس انا كنت عايز حاجه سريعه اللي هو عايز اخس بسرعه. هو دايت مشهور جدا بتاع سالي فؤاد اللي هو رجيم 3 ايام الصحي, واعتقد ده مشهور جدا من اشهر الرجيمات الناس تعرف عنها. فعلى الفطار كنت باخد بيضتين او 3 بيضات مسلوقين مع قطعه جبنه قريش مع خياره كبيره او متوسطه, يعني حسب ما انتوا عايزين, مع نص كوبايه لبن او كوبايه لبن, واحيانا بعمل قهوه. في الرجيم دوت الواحد ليه كوبايه لبن في اليوم يقسمها زي ما هو عايز, لو عايز يشرب معاها قهوه بس من غير سكر او سكر دايت حتى. بالنسبه للسناك, لو حسيتوا انتم مهبطين تاخدوا تمرايه, حسيتوا انتم جعانين عايزين تاكلوا حاجه تاكلوا خيارايه بس من غير اشراط اشرار الاشي. بالنسبه للغداء كان سلطه. السلطه فيها خضار معينه, يا اما فجل جرجير بقدونس, يعني اي حاجه خضراء ماشي, او خيار بس مثلا حاجات زي الطماطم جزر الكلام ده كله ممنوع, مع علبه تونه. يعني التونه هي العلبه اللي هي ديت علبه كامله, علبه تونه عليها زي تبلوها كل حاجه, وده يبقى الغداء. بالنسبه للعشاء كان زبادي بالليمون, جيبوا علبه زبادي تعصروا عليها ليمونه. بالنسبه لفكره زبادي بالليمون, انا لغايه دلوقتي انا بعمل كده, يعني فكره زبادي بالليمون انا لسه بعملها. كان الدايت دوت
انا اقتنعت بيه نوعا ما. يعني لو انتوا مثلا ما تعتمدوش، سالي فؤاد نفسها قالت انه ما تعتمدوش على الدايت دوت، تعملوه عشان تخسروا وزن. انتوا مثلا زدتوا في حاله طريقه عايزين تخسوا، تعملوا الدايت دوت عشان تخسوا بسرعه، لكن ما تعتمدوش عليه. انا كنت معتمد عليه وكنت ماشي عليه تقريبا لمده شهر كامل، وبعد ما خلصت كل اللي خسيته رجع لي تاني، فكان لا فايده منه. كنت بدخل واطلع عليه، ما تعتمدوش عليه. خمس دايت بقى اللي عملته قبل بتاع سالي فؤاد بس نسيت اذكره، دايت الميه. كنت بشرب بس ميه في اليوم، يعني باختصار ميه في اليوم. انا مده 3 شهور كنت قاعده كده، ادخل دايت واطلع من دايت، كل الدايت اللي قلتها لكم ديت بس هي اللي جربتها. وكنت الفكره كنت بدخل في الدايت وكان اطلع منه اخرب الدنيا، طبعا حلويات وعيش وكل حاجه، وبعد كده ادخل تاني واطلع، ادخل تاني اطلع. فاللي انا بخسه يرجع لي تاني، يعني nothing like nothing new في الموضوع. دايت سالي فؤاد كان اخر حاجه عملتها، وكان وقفته عشان نهايه شهر 9 لما حسيت ان مفيش اي فايده من الموضوع، لانه انا من النوع اللي ما ينفعش احرم نفسي خالص، ما ينفعش اسيب نفسي فور فري خالص، يعني لازم يكون في حدود في الموضوع. قررت ان انا ادور على طريقه ان انا اخس بيها من غير ما احرم نفسي. بدأت انا اخسر وزن، بدأت ان انا ادون. كنت شفت الفكرة دي عند واحدة اجنبية ولقيت الفيديو بتاعها حطه تحت الديسكريبشن بوكس. كنت بدأت ادون في كراسة، لقيت الكراسة دي عندي. فكرة الكراسة دي ان انا كنت يعني بسجل دايما فيها كل حاجة، كنت اسجل يوم بيوم في الكراسة دي، اكلت ايه، على العشاء، على الغداء، على الفطار، اتمرنت، لا اكتب بنفس يعني هستفيد منها لو انا خسيت، اكتب بكتب مثلا نفسي motivational speech زي weight loss diary، كنت بسميها weight loss diary. هوريكم هنا مثال. انا في الصفحة دي كنت عاملة كده، كان 2018 كتاب زي quotes كده، عاملة زي bullet journal بالظبط، يعني bullet journal. وبعد كده كنت على صفحات كنت بكتب الارقام عشان اعرف عدد تنازلي، يعني اكتب انا وزني كام واكتب ارقام الكيلوات انا عايزة اخسرها لغاية اخر رقم، وكل ما احس يعني كيلو اروح اشرب على الرقم دوت. طبعا الحمد لله كله مشطوب. ما يعني ساعتها كنت حاطه نفسي هدف معين اوصل لوزن معين، وصلت له، بس باقي لي انا لسه كام كيلو كده، لسه محتاج شغل. يعني فكرت هنا مثلا my reasons to lose weight، motivational speech، كنت بكتب يوم بيوم، بسجل يوم بيوم. طبعا اللي باقي من الكراسه دي حبه صغيرين، فانا رحت قفلتها وحطيتها وبدات كراسه جديده في ديت. بس ديت بقت اقل تعقيدا شويه، لانه ديت كنت لسه وزني كبير جدا، كان وزني جامد جدا، فكان الموضوع معقد شويه. لكن هنا بقى وزني اقل، فزي دي بقت زي more of a healthy lifestyle diary. يعني بكتب انا باكل ايه، برضو بكتب بدون انا باكل ايه والاخطاء اللي ارتكبتها مثلا في اليوم دوت، اسباب ان انا طنشت التمرين. انتوا لو بتحاولوا تخسروا وزن ومش لاقيين حاجه تحفزكم، حاولوا انتوا تعملوا دايري زي ديت وتكتبوا وتسجلوا يوم بيوم. بحيث تكونوا انتوا لما تفتحوا الكراسه تشوفوا انجازاتكم على الورق. الموضوع مش مستحيل، يعني اي حد لو حد حط حاجه في دماغه هيعملها، على عكس خالص لما الواحد يقول انا عايز اعمل كذا ومحطش خطه للهدف بتاعه ومحطش طريق واضح، ده هيخليه يتكاسل يحط نفسه اعذار. دايما انا كنت بحاول ان انا الجأ للطرق اللي تخليني التزم ان انا ما اطلعش من النظام الغذائي بتاعي، ما كلش حاجه عشان ما كلش سكر، ما كلش حلويات، ما كلش عيش، ما كلش الكلام ده كله. ان انا خسرت مثلا 2 كيلو، لو انا اكلت ده ممكن ازيد، لو انا اكلت كذا ممكن ازيد، وهضيع المجهود اللي انا عملته، والوزن مش بيروح بسهوله. المهم ان انا بعد ما خلصت من الدايتس دي كلها، قررت زي ما قلت لكم ان انا ابدا اكل كويس، يعني اعمل حاجه ان بتوين، ما احرمش نفسي خالص وما اخليهاش فري خالص. طبعا انا في الاول خالص ما كنتش عندي الكونسيبت بتاع الهيلثي ايتينج والهيلثي فود والهيلثي لايف ستايل والكلام ده كله. بدات ادور على يوتيوب واعمل ريسيرشز، وفي الاخر بقى عندي فكره الموضوع بيمشي ازاي. فهقول لكم دلوقتي حاجات اللي تعملوها عشان تخسوا من غير ما تعملوا دايت، هي بس عادات بسيطه تغيروها في اكلكم وتلاقوا انتوا تخسوا لو انتوا عايزين تخسوا. احنا كعرب عادتنا بتاعت الاكل وحشه جدا، مش جدا، خصوصا ان احنا عندنا فكره العيش والرز وده كله، عندنا نسبه ناس وزنها زايد كتير، فلازم نغير الموضوع دوت، لانه السمنه وحشه. السمنه مش فكره شكل، بقولش كده انها فكره الشكل، يعني انت الشخص لو وزنه زايد
او عنده سمنه، دي مش حاجه وحشه شكلا، دي حاجه وحشه بالنسبه لصحته، اللي بيكون تقلع على القلب، تقلع على العظام، تقلع على الركب خصوصا، تقلع في الحركه، تقلع التنفس، يعني تقلع على كل حاجه مر في الجسم. بس اقول لكم على عادات والحاجات اللي انا غيرتها اللي خلتني اخسر وزن من غير الدايت اللي انا كنت اعملها. اول حاجه بقيت اخد كميات اقل من الاكل، يعني خصوصا طبق الغداء بتاعي بقى تقسمه لنصين، نص خضار وسلطه، النص الثاني بقسمه نصين، نص رز او نشويات، ونص الثاني بروتين. فبالطريقه دي بكون عارفه انا باكل ايه، يعني ما باكلش رز اكتر من لازم، ما باكلش نشويات اكتر من لازم لو كان سواء كمكرونه او رز. برضو البروتين مهم جدا، بس الزايد منه ما بيكونش كويس ابدا. والاكتر من الخضار طبعا كويس جدا، لكن الا لو كان الشخص عنده زي مشكله في معدته او كده، فخصوصا لو قولون فده ما بيبقاش كويس جدا. تاني حاجه بقيت اخفف العشاء بتاعي، يعني بدل ما كنت قبل كده بتعشى ساندوتشز او بتعشى حاجات تقيله عموما، بقيت اتعشى زبادي مثلا، زبادي بشوفان، زبادي مع فواكه، زبادي بليمون. وزبادي بليمون دي اكتر كنت اكتر حاجه باكلها ساعتها، اصلا لولا ان انا جربت الدايت بتاع سليف ادوات ما كنتش هعرف يعني ايه زبادي بليمون. فانا من ساعتها حتى بعد ما سبت الدايت دوت بقيت اعمل زي هيلثي لايف ستايل. زبادي بليمون دي تقريبا حاجه اللي بقت حاجه اساسيه، اكلته حاجه تكتمكم قبل ما تناموا، زي عيش، نشويات، رز، الكلام ده كله. جسمكم مش هيحرق الحاجه دي، يعني تخيلوا انتوا هتدخلوا تناموا جسمكم لسه محتفظ بالنشويات ديت ومش هيحرقها وتعمل دهون زياده في الجسم. فاحسن حاجه ان انتوا تاكلوا عشاء خفيف، خلي فواكه، خضار، زبادي، حاجه خفيفه الجسم يقدر ان هو يهضمها. تنامو خالص او ابتعدوا خالص عن تناول التفاح بالليل على العشاء، لانه بيتخمر في الجسم وبيعمل تخمير وحش. رابع حاجه عملتها وبدات التزم بيها ان انا اشرب كميات ميه هبله جدا بمعنى الكلمه، يعني انا دلوقتي كميه الميه اللي كنت يعني مقارنه باللي كنت بشربها قبل كده في 2018 2019 قلت خالص، ونفسي ان انا ارجع تاني اشرب ميه كتير. فكنت بشرب حوالي لترين في اليوم، يعني ازازتين من ديت. طبعا بنشوف كتير على اليوتيوب وصفات وناس بيقعدوا يعملوا فيديوهات اقوى مشروب حارق للدهون والكلام ده كله، بس بجد المشروب الوحيد اللي يقدر ينسف الدهون بطريقه رهيبه هو الميه. الميه هي الحاجه الوحيده اللي ممكن تنسف لكم الدهون بجد، يعني لو كترتوا في شرب الميه انتوا بعد كده شوفوا النتيجه. فاوعوا خالص تسمعوا لحد بيقول اشربوا جنزبيل مع كمون مع خل ما مش عارف ايه. طبعا هو الخل التفاح، انا كنت على نفسي بشرب خل تفاح مع ميه، ده بيزود مفعول الحرق اكتر، يعني هو في ممكن يحرق شويه لكن هو مش بينسف الدهون، بس خل التفاح مش الخل العادي، خل التفاح اللي هو في الاخر مفيش حاجه بتنسف الدهون نسف، يعني هي الميه الحاجه الوحيده اللي ممكن بجد تنسف لكم الدهون او ان هي تساعد في تدويب الدهون الزايده في الجسم. لو انتوا بتدوروا على مشروب بعد الميه يساعدكم في حرق الدهون اشربوا شاي اخضر. انا شاي الاخضر دوت ما بيفرقنيش خالص، يعني على الاقل كوبايتين شاي اخضر في اليوم. خامس حاجه كنت ابتديت اعملها ساعتها ان انا انام بدري. طبعا دلوقتي نوعا ما جدول نومي باظ نوعا ما، يعني اول سبب لو احنا هنتكلم من ناحيه خساره الوزن وحرق الدهون هو انه الجروث هرمون في الجسم، حاجه اسمها جروث هرمون دوت او هرمون النمو، هو ده المصدر الرئيسي لحرق الدهون، هو اللي بيحرق الدهون. لغايه الساعه 11 لو انتوا كنتوش دخلتوا في نوم عميق او نوم على الاقل عميق نوعا ما، الجروث هرمون دوت مش هيشتغل حرق الدهون الزايده في الجسم. ده من ضمن الاسباب انه في عمليات بيولوجيه بتحصل في الجسم وانتوا نايمين بتجدد الخلايا الجسم وبتنشط الدورة الدموية. وخامس سادس حاجة أنا مش فاكرة أوي، بديت إن أنا ألعب رياضة، أعمل رياضة، بدأت بحاجات بسيطة، بدأت بس إن أنا أمشي كارديو على المشاية. وطبعا المفروض إن أنا كنت أتمرن مقاومة، بس أنا بدأت أتمرن مقاومة في رمضان ساعتها، كان في شهر 5 ساعتها، لا بدأت أتمرن مقاومة طبعا مش حديد خالص أحنا. فكنت بجيب الازازتين من دول لغايه دلوقتي ما غيرتهمش، مره فيهم الازازتين اللي جبتهم ساعتها لغايه دلوقتي بستعملهم، ولغايه دلوقتي بتمرن بيهم. وعلى فكره دول تقال يعني من قبل الغرض، فانتوا مش محتاجين تروحوا لا جيم ولا كلام فاضي من ده، يعني جيبوا ازازتين ميه اشتغلوا بيهم. الفكره بقى في الكارديو انه الكارديو لما بتعملوه بيحرق دهون، اوكي ده ظريف، لكن لما بيكتر عن ربع ساعه او 20 دقيقه بيبدا يحرق عضل. فانتوا لازم انه تلعبوا مثلا بس تسخين مثلا كارديو 15 دقيقه على المشاي او ايا يكن، وبعد كده تبداوا تتمرنوا مقاومه. لانه انا كنت بتمرن بس كارديو فكنت باين ان انا كنت بحرق عضل بدل الدهون ساعتها، يعني لما زودت الكارديو اكتر من اللازم بدات احرق عضل بدل الدهون، وده كان عامل لي نوعا ما مشكله. حاولوا تثبتوا وقت للرياضه، اعملوا حبه كارديو صغيرين زي ما قلت والباقي كله مقاومه عشان ما تحرقوش عضل. ف
فكده انا مش عاوزه الفيديو يطول اكتر من كده صراحه، فاعتقد ان احنا هنقف هنا. فهحط لكم دلوقتي قبل وبعد، هنا هحط لكم قبل وهنا هحط لكم بعد. اتمنى الفيديو ده يكون شجع اي حد منكم عايز يخس ومش عارف ياخد الخطوه ازاي، ما تضيعوش وقتكم ويبداوا على طول. فزي ما قلت لكم اصلا احنا بمجرد ما نغير عادات الاكل بتاعتنا هنخس، بمجرد ما نحسن طريقه يعني our lifestyle in general يعني هنخس، لانه احنا طبعا كعرب عندنا عادات اكل وحشه جدا كلها معتمده على النشويات والعيش والرز والكلام ده كله. فانتوا بس لو بتحاولوا تخسوا حاولوا تغيروا عادات الاكل بتاعتكم، ما تلجاوش ابدا لدايت، ما تلجاوش ابدا للرجيم، الكلام ده كله بيبوظ الجسم والمناعه وبيخلي الجسم ضعيف. وبس كده ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي، باي.